ننتقل إلى التصوير الجوي. فعندي مجموعة من التصوير الجوي. الآن بالدرون الواحد بسهولة يستطيع أن هو يستخدمها ويحصل على لقطات إبداعية اللي ما متعودين أن احنا نشوفها، لأنه دائما المنظر العلوي ما بنشاهده بسلاسة. هذه الصور أخذتها على كندا وأنا في الطائرة بعدسة 400 مليمتر من خلال الشباك، ولكن التباين جميل جدا والشاربنس حقها رائع. فمن الأعلى بنشوف تكوينات جميلة. شايفين هنا التكوينات في الأرض اللي مو متعودين نشوفها، والثلوج الموجودة على قمم الجبال بتعطينا اللون الأبيض، واللي بعيدة فبتعطيني ألوان الداكنة، وهذه ممكن تكون نباتات وغابات موجودة. هنا المدينة بالكامل بتبين من الميناء التفاصيل الدقيقة. هنا مستخدم كاميرا نيكون دي 3، الصور هذه قديمة وكلها من الطائرة. التصوير بالهليكوبتر يكون أفضل من أن أكون في طائرة الجامبو أو الطائرات الكبيرة، لأن بنكون على ارتفاع أكثر من 30,000 قدم، فالجو يكون هيزي فيعطينا زي المغبر شوية، فما يعطيني تفاصيل دقيقة، ولكن استطعت أني أحصل على هذه الصور. ولكن لسنوات كثيرة كنت أطلع بالهليكوبتر أصور، بتعطينا دقة للتفاصيل أفضل. والآن مع الدرون بنشوف شكل أوضح وأدق. إن شاء الله عن قريب في عندنا استضافة لأحد المبدعين بالدرون، محبي الدرون، إن شاء الله نوعدكم أن يكون معنا أحد يفيدكم بأعماله اللي بياخدها وفي دورات. عندنا Beauty of Mountains، جمال الجبال والصخور. عندنا هنا في جبل قارة اختيار الوقت المناسب على أساس تعطيني شكل 3-dimensional ثلاثي الأبعاد وتعطينا هالجمالية. أنا أشبع الألوان أحياناً عن الطبيعي، ممكن أني أنا أزيد في الألوان على أساس تبرز بشكل أفضل. شايفين اختيار الضوء وإسقاطات الضوء على الصخور تلفت الانتباه. هنا هذه في الأردن في البتراء. الأردن من البلدان الجميلة اللي الواحد يروحها في كل المناطق يستفيد من حلاوة الجو، إنه يبرز أعمال قوية. ربنا يفك هالأزمة إن شاء الله ويكون عندنا رحلات إلى مناطق كثيرة بمشيئة الله. هذه الصورة كان زمن لي أبغى أصورها، وصار فرصة قبل أسبوع أني أنا استطعت أكون موجود في هالمنطقة وأخذ لها الصخرة كم صورة. شايفين التكوينات الصخرية فيها الكثير اللي الواحد يستطيع أنه هو يطلع منها أشكال هندسية وجميلة.
هذه في الديسة، وادي الديسة عند تبوك. ألوان الرمال وألوان الصخور تختلف من منطقة لمنطقة. هذه في جبل قارة بالأحساء. حلو أني أنا يكون في عندنا عنصر رجل واقف حتى يبين حجم الصخور والجبال. هذه في منطقة الديسة، كان عندنا رحلة قبل سنة استمتعنا فيها، وإن شاء الله تفرج الأمور وناخذكم على رحلات. هذه بالأحساء. العدسات السوبر وايد أنجل جميلة استخدامها في تصوير الطبيعة.